السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا ملاح. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو، نتمنى كي تلحقوا لا فيديو تاعي كامل تصيبكم بخير وعلى خير. ونرحب كامل بالمشتركات تاعي وين الجدد والقدم، ونقول لكم مرحبا بكم عند اختكم مريم. هنايا واش درت الكروكي هذايا، بزاف ساهل. درتو كروكي رولي، جا بزاف بنين وبزاف خفيف يا البنات. تبعوا معايا واش درت. 3 حبات تاع البيض، درت قرصه تاع الملح باش ما يجينيش الكروكي تاعي صامط. زد درت كاس تاع السكر، ناقص ان دوا تاع السكر، نسيو نقصوا السكر الماكسيموم. زد درت كاس هذاك اللي قص به السكر، ناقص ان دوا تاع الزيت. ودرت زاز تاع تشينو، هاي ليك اللي عنده تاع القارص يدير تاع القارص، اللي ما عندوش يدير غير لافاني. هاي ليك يدير لافاني ليكيد ولا لافاني اون بودغ. هنا واش درت، خلطت مليح بالفويل البنات، واحد خلطوا مليح بالفويل ليسونسيال كي يتخبى كاع داك الزيت يدخل مع البيض والسكر، باش كي ندير الفارينه ديالي ما يخرجليش الزيت من الفارينه. هاي ليك خلطت بالفويل ودرت 3 مغارف تاع لا مايزينا. هاي ليك باش كي يطيب لي الكروكي تاعي هذاك ما يتشققليش ويجيني طري. فوالا لا مايزينا تخلي الكروكي تاعي ما يتشققناش وزيد يجينا طري. هاي اللي كان خدات لي 4 كيسان تاع الفارينه. نتوما ديروا زوج وبداو زيدوا غير بالعقل. هاي اللي درت باكي تاع لا نيفور، وهنا درت زوج كيسان تاع الفارينه اللي قصت به الكاس اللي قصت به السكر. هاي اللي راني خلط بالفوي، ومن بعد كنزيد الكاس ثوازيام، نقعد نطب الفارينه تاعي. هاي اللي زدت الكاس الثالث وزدت الكاس الرابع. وشوفوا البنات العجينه تاع الكروكي يا اخي تعرفوها تجي طريه، ما تجيش يابسه بزاف، ما تيبسوهاش. وكي تحبوا تستيو تستيو باليد اللي ما فيهاش العجينه، باسكو كي تستيو باليد اللي فيها العجينه تسيبوه مازال يتلاصق. كي ديروا باليد الاخرى اللي ما فيهاش العجينه تسيبوه سيبو، هذيك هي العجينه تاعكم انطمت بالفارينه. هاي ليك قلت لكم خدات لي 4 كيسان تاع الفارينه البنات، وقسمت العجينه تاعي قسمتها اون دو. دوك تشوفوا كيفاش درت لها. هاي ديك باش يجيني الغولي تاعي شباب من داخل الشوكولا، ومن الفوق هكا يجي بيض، يجي بزاف شباب ويجي بزاف طري. البنات سيو هاد الوصفه هادية ورجعوا لي بالخبر تحت في لي كومونتير. راكم فرحيني بلي كومونتير، الله يبارك لكم التشجيعات تاعكم يا البنات، والله غير يطلعوا لي المغال ويفرحوني بزاف ويعطيكم الصحه بزاف بزاف، ونحبكم بزاف بزاف. هاي ليك راني نطمت في العجينه تاعي، قلت لكم قسمتها على زوج. هاي ليك شوفوا كيفاش العجينه تاعي كيفاش ولات طريه. خدات لي 4 كيسان تاع الفارينه. هاي ليك قسمتها على زوج، درت على زوج باش نزيد لها العجينه الاخرى. درت لها زوج مغارف كبار تاع الكاكاو. هاي ليك زوج مغارف كبار تاع الكاكاو. هاي ليك ونقعد نطم في العجينه ديالي. هاي ليك نعجنها مليح حتى يدخل لي هذاك الكاكاو ويدخل لي في العجينه. واش نزيد ندير، ندير مغرفه كبيره تاع الزيت باش يساعدني يدخل لي هذيك الكاكاو تدخل لي في العجينه. هاي ليك شوفوا العجينه تاعي كيفاش جاتني طريه. هاي ليك وشوفوا تاع الكاكاو كيف 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 جاتني طريه. هاي ليك قسمت العجينه تاعي هكا على 5، ما حبيتش نديرها غولي كبير باش هكذا ديروهم. دوك تشوفوا كيفاش درتهم انا. هاي ليك قسمت العجينه تاعي ونبدا نحل بالوحده هكذا بالوحده، وندير فوقها تاع الكاكاو. شوفوا مع الاول البنات كنت رايحه نديرها بواحد الشكل واحد اخر، ومن بعدك بدلت رايي. هاي ليك كنت رايحه نديرها، ما حبيتش نفاصلكم هذا المقطع هذا باش تشوفوا، ومن بعد بدلت رايي. شوفوا كيفاش درتو، حليت هكذا، درت قلت لكم بالمرسوات ما حبيتش ندير غولي كبير، درت هكذا، درت جاوني 3 وقطعت لي كميه كبيره الله يبارك. هكذا ديروه مع القهوه تاع العشيه، تخبوا في الباطا يستقاوو بهم هكا الدراري مع العشيه مع الصباح، ما تخمي ما تحيري ما والو.
هاي ليك شوفوا كيفاش درتو هذا الاولاني، حبطتو هكذايا، حبطتو غير شويه برك، زقمتو في الجناب فوالا. هاي لي كيفاش درت، فتحت العجينه تاعي هكذا الاولى، شوفوا ما لصقت لي ما والو. كي تكون العجينه هكا طميها مليح بالفارينه وكامل وديري لها لا مايزينا كيما قلت لكم، ما تتشقلكم وتحلوها بلا فارينه بلا بابي كويسون من تحت بلا حتى حاجه. شوفوا كيفاش درتها، هاي ليك فتحت الاولى وزدت فتحت الدوزيام، هذه العجينه تاع الكاكاو. هاي ليك درت وحده فوق وحده، شوفوا هكذا باش ما تلف لكمش كامل، ما ديروش وحده كبيره وتحصلوا فيها ما تحلكمش العجينه ولا تكسر لكم ولا. وشوفوا كيفاش درتها مليك، جاوني الله يبارك. دوك تشوفوا كيفاش خرجوا لي بزاف شابين، حليتها هكذا شويه برك ماشي بزاف، وزقمتها هكا في الجناب. هاي ليك شوفوا جاوني ثلاثة وقطعت لي قلت لكم بزاف. درت شويه، درت حبه تاع البيض، درت شويه تاع نسكافي، وزدت لافاني ليكيد اللي عندي، وطلقت لي واحد الريحه يا البنات. كي درت لافاني طلقت لي واحد الريحه بزاف بزاف شابه، سيرتو كي ديروا لافاني في البيض. هاي ليك درت لها هكذا، تحبوا ديولها